Thank you very much. Where I fully agree. شكرا جزيلا. إنني أتفق تماما مع الكلمات التي عبر عنها زملائي والتي عبرت عنها أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية للعمل الذي تقوم به. قد حققنا هدفا مهما اليوم الرئيس السيسي. شكرا جزيلا أيضا على حسن استضافة سيادتك. ولكن بما إننا هنا كلنا اليوم للتوقيع هذا الإعلان فهذا يعني أمرا مهما وهو نتاج عمل مكثف عمل دبلوماسي مكثف كلنا انخرطنا فيه على مدار الأشهر الماضية. الإعلان الرسمي الذي ابتدته مصر والاتحاد الأوروبي اليوم هو خطوة مهمة نحو تطوير شراكة حقيقية تستطيع أن تعالج بشكل متكامل كل التحديات المعقدة لزمننا هذا بدءا من الإقليمية والتنمية وكذلك القضاء على الهجرة غير الشرعية. وأود أن أنتهز هذه الفرصة مرة أخرى لكي أعرب عن تقديري للجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس السيسي مع الولايات المتحدة وقطر مرة أخرى لتحقيق هدنة مطولة لأعمال العدائية في غزة والتي تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق نار دائم. وأنا أقول هذا مرة أخرى أنني أشعر بالفخر لأن أعلن عن مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة تبنيناها اليوم للتعاون الثنائي في تقديم المساعدات الإنسانية بالنسبة للجرحى المدنيين من غزة. هذه كذلك إضافة أخرى للجهود الإنسانية الموسعة التي تبذلها إيطاليا منذ اندلاع الصراع. ينبغي أن نواصل العمل بكد من أجل التوصل إلى مذكرة تفاهم تستطيع أن تضع الأساس لكي تخط صفحة جديدة في فصل علاقاتنا وتعميق الحوار من أجل اقتصاداتنا. وكذلك كما ذكر كل زملائي قبلي أنها أفضل طريقة لمواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية ومكافحة المتاجرين في البشر. أفضل طريقة كي نؤكد مرة أخرى حق المدنيين في القارة الأفريقية بعدم الهجرة نحو أوروبا. وهو أمر يمكن أن نفعله عن طريق التنمية وهو ما فعلناه بالضبط اليوم. أود كذلك أن أعرب عن رضائي بالنسبة للدور الذي قامت به إيطاليا في هذا النموذج الجديد من التعاون بين مصر والشاطئ الجنوبي من بحر المتوسط والذي أصبح نموذجا بدأناه بمذكرة التفاهم مع تونس وهي فعالة الآن. وضمن هذا الإطار الأوروبي كما تعرفون فإن إيطاليا كذلك عملت بشكل متكامل بالنسبة لخطة التنمية في أفريقيا ومصر جزء من هذه الخطة ومن أحد البلدان ذات الأولوية ولا يمكن أن تكون بخلاف ذلك. لهذا السبب فإنني أشعر بالفخر أثناء هذه الزيارة. قد تبنينا أكثر من 10 مذكرات بدءا من الزراعة المستدامة للدعم المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية والتنمية وتطوير البنية التحتية والصحة. فإنني راضية تماما عن هذه المذكرات وأود أن أشكر بحرارة كل زملائي والرئيس السيسي.